أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فهذا هو المجلس الثامن والأخير من مجالس مدارسة سورة هود عليه السلام، وانتهى بنا الحديث إلى التعقيب الذي ورد في الآيات الكريمة بعد القصص الذي قصه الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من خبر الأنبياء السابقين مع أممهم وموقفهم وتكذيبهم، ثم جاء هذا التعقيب في الآيات الكريمة. ثم قال عز وجل أيضا في هذا التعقيب، قال: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، يعني لا تكن في مرية، لا تكن في شك مما يعبد هؤلاء، يعني من بطلان ما يعبد هؤلاء من كفار مكة وغيرهم. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، يعني لا يعبدون عبادة إلا مثل عبادة آبائهم، يعني نفس الضلال الذي كان عليه آباؤهم هم على دربهم سائرون وعلى نهجهم يسلكون. قال عز وجل: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، يعني نعطيهم نصيبهم حظهم، النصيب هو الحظ. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، يعني إنا لنوفينهم أعمالهم وما وعدناهم عليها بلا نقص على ذلك العمل الذي عملوهم. وقوله فلا تكو في مرية، لا شك أن الخطاب يتوجه أولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضاً هو خطاب لأمته من بعده. والأصل أن مخاطبة النبي في القرآن مخاطبة لأمته، إلا إذا قام الدليل على تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قوله ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت، يعني وقع الخلاف بين أتباع موسى عليه السلام فيما بينهم، واختلفوا اختلافا عظيما وافترقوا فرقا شتى. وأخبر عز وجل أنه لولا كلمة سبقت من ربك، وهي كلمة الإنذار، أن الله قطع على نفسه وعدا أن ينذر الناس إلى يوم القيامة، وعندئذ يحاسبهم ويكافئهم ويجازيهم على أعمالهم. وذكر قصة موسى عليه السلام في أثناء الحديث عن كفار مكة فيها لفت نظر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلية له، بأن يقال له إن قومك اختلفوا وكذبوا وأعرضوا، وموسى لقي مثل ذلك من قومه بل من الذين اتبعوه، فحصل منهم الاختلاف وحصل منهم التنازع، وإن الله عز وجل هو الذي يقضي بينهم ويحكم يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم
لفي شك منه مريب. يقول عز وجل وإنهم لفي شك منه مريب، يعني إن الكفار لفي شك من هذا القرآن وما جاء به وما تضمنه، في شك منه مريب. وهذا والضمير في قوله إنهم عائد إلى كل من هو في شك من القرآن من المشركين، ويدخل معهم اليهود والنصارى وكل من كان في شك من هذا القرآن الكريم وما جاء به وما دعا إليه. ثم قال عز وجل وإن كل من شك في القرآن، أصلا المنافقون حقيقتهم كفار لكن يظهرون الإيمان ظاهرا وإن كان باطنهم التكذيب. قال عز وجل وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هذا أسلوب تأكيد لمضمونه، وهو أن كل إنسان سيوفى عمله غير منقوص، سيوفى جزاء عمله إن خيرا وإن شر. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. ثم قال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه هي النتيجة، هي المحصلة من بعد هذه القصص كلها، من بعد هذا الرحلة الطويلة مع تاريخ الأمم وما واجهه الأنبياء، يأتي التأكيد على هذه الحقيقة. فيقول الله عز وجل لنبيه ولأتباعه من المؤمنين فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فقوله عز وجل فاستقم كما أمرت، يعني استقم على ما أمرك الله عز وجل وشرع لك، على ما أمرت به من الأوامر والشرائع وعلى ما نزل إليك. ومن تاب معك، قوله من تاب معك أصل التوبة الرجوع، يعني ومن رجع معك إلى الحق وسلك سبيله. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. هذه الآية العظيمة هي أشبه ما تكون بالخلاصة التي نستفيدها من هذه السورة الكريمة، من هذا التطواف الطويل في تاريخ الأمم، أن المؤمن يستقيم على هذا الدين كما أمره الله، لا يلتفت إلى من أعرض، لا يلتفت إلى من كذب، لا يلتفت إلى من صد، بل يستقيم كما أمره الله عز وجل. والحقيقة إن قوله عز وجل فاستقم كما أمرت هذه آية جامعة مانعة، وهي كما يروى عن ابن عباس وغيره أنها أشد آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الله يأمر نبيه أن يستقيم على مثل ما أمره الله، كما أمرك الله استقم. ولذلك هذا شديد، يعني لأن الله يأمر نبيه أن يستقيم تماما على نحو ما أمره، وأن يلتزم بكل ما أمره الله عز وجل. ولهذا جاء إن هذه الآيات ونحوها مما عجل بشيب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تكليف عظيم أن يستقيم على الدين وأن يلتزم به كما أمره الله عز وجل. لأن المرء قد يقصر وقد يصيبه السهو والكسل والضعف ونحو ذلك، ولكن الله عز وجل بفضله ورحمته غفور رحيم. ولهذا قال ولا تطغوا فاستقم كما أمرت من تاب معك ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، ويكون مجاوزة الحد بمجاوزة حد الشريعة، سواء بفعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر به. إنه بما تعملون بصير، وهذا تعليل مناسب، يعني استقم لأن الله بصير بما تعمل، يعني يعلمه ولا يخفى عليه شيء. قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. كما أمره بالاستقامة نهاه عن الركون إلى الكافرين، إلى الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ونحو ذلك. ولفظ الركون هو ميل مع موافقة،
أصل الركون ميل مع موافقة، مشتق من الركن، لأن المائل يعتضد بهذا الشيء، يعتضد إليه ويميل ويعتضد بهذا الذي مال عليه. فإذا كان مائلا معتضدا، هب أن هذا الذي اعتضد عليه ضعيف، ماذا سيحصل به؟ سيسقط مباشرة. ولذلك نهى الله نبيه والمؤمنين أن يركنوا إلى الذين ظلموا، لأنه ركن ضعيف سيميل بهم ويهوي. وهذه الحقيقة يعني أدب عظيم يجب أن يتربى عليه المؤمن، أن لا يركن إلى الظالمين مهما كانت عندهم من قوة ومهما كان عندهم من منعة، فإن الركون إليهم سيؤدي إما أن يميل بك الركن في هذه الدنيا أو أن تلقى العقوبة من الله في الآخرة. ولذلك قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فلا يجوز للمؤمن أن يركن إلى الظالمين، ولا أن يعتمد عليهم، ولا أن يثق بهم. ثم قال عز وجل: فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. يعني ليس لكم من أولياء ولا تنصرون أيضا مع ذلك. ثم قال بعد ذلك، قال الله عز وجل بعد ذلك: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أمر نبيه أن يقيم الصلاة، وهنا وقفات. الأولى: هذا الارتباط الوثيق بين الأمر بالاستقامة وعدم الركون إلى الظالمين والأمر بالصلاة، ليدل على أن الصلاة من أعظم ما يعين المرء على الاستقامة على الحق، ولا شك في ذلك، لأن الصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أعظم زاد، ولذلك تتكرر يوميا. غالب العبادات موسمية، مرة في السنة، مرة في العمر، مرة في الأسبوع، مرة في الشهر، لكن الصلاة يوميا، وليست فقط يوميا بل في اليوم أكثر من مرة، لأنها صلة بالله عز وجل. محتاج المؤمن في هذه الدنيا إلى صلة دائمة بالله عز وجل. ولهذا قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. ثم قال عز وجل: أقم الصلاة طرفي النهار. طرفي الشيء ما بين وسطه، طرف الشيء ما بين وسطه. وطرفي النهار هنا أول النهار وآخر النهار، يعني عند طلوع الشمس وعند غروبها. فأمر الله عز وجل نبيه أن يقيم الصلاة طرفي النهار، يعني في أول النهار وفي آخره. ثم قال بعد ذلك: وزلفا من الليل. وقوله زلفا من الليل، زلفا جمع زلفة، والزلفة هي الساعة القريبة من أختها، يعني وساعة من الليل. وأقم الصلاة طرفي النهار وساعة من الليل. لماذا الأمر عز وجل بإقامة الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه قاعدة عامة، أن الحسنات يذهبن السيئات، يكفرن السيئات، هذه واحدة، ويذهبن السيئات يعني يبعدنها عنك، لأن الحسنة تقول أختي أختي، والسيئة تقول أختي أختي. فإذا عمل الإنسان الحسنة دعته إلى حسنة أخرى وباعدته عن السيئات، فهي مباعدة بمعنى التكفير، ومباعدة بمعنى الإبعادها عنك، بحيث لا تقع في السيئات. ومعلوم أن الصلوات مما يكفر الله بها الذنوب، فهناك ذنوب تكفرها الأعمال الصالحة مثل الصلاة، رمضان إلى رمضان، والحج المبرور، والعمرة إلى العمرة، كل هذه أعمال صالحة من الحسنات تكفر بها الذنوب، على أن المقصود بالذنوب التي تكفر هي صغائر الذنوب واللمم، أما كبائر الذنوب أو تلك التي تتعلق بحقوق العباد فلا بد فيها من توبة خاصة بحسبها ونوعها، لا بد فيها من توبة
خاصة، ذلك ذكرى للذاكرين، يعني هذا الذي قصه الله عز وجل وأخبر به هو ذكرى، والذكرى ما يتذكر به الإنسان، ولكن قال ذكرى للذاكرين يعني للذين يريدون أن يتذكروا، للذين من طبعهم أن يتذكروا. أما الذي لا يريد أن يتذكر وهو مصر على ضلالته ما تنفع، فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فإذا الذي يتذكر حقيقة هو الذي عنده قابلية للتذكر، هو الذي يخشى الله كما جاء في آيات أخرى، هو الشخص المستعد لقبول الحق وسماعه والانقياد إليه. قال عز وجل بعد ذلك واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، يأمر نبيه بالصبر، ما حدد له على أي شيء يصبر، لكن إذا قرأنا السورة وعرفنا الوقت الذي نزلت عليه والموضوعات التي عالجتها عرفنا أن الصبر هنا يرتبط بدعوته، بالمهمة التي يقوم بها، وما لاقاه من قومه من صد وإعراض وبعد ومجافاة، فهو يأمره بالصبر، قال واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، لأن الله عز وجل أعدل العادلين وأحكم الحاكمين، ولا يضيع عمل عنده مهما كان هذا العمل، ولو كان مثقال ذرة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فقوله إن الله لا يضيع، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ارتباط بين الصبر والإحسان، فإن هذا الصبر جزاؤه أن الله لا يضيع أجر المحسنين، فمعناه أن الصبر من الإحسان، ولهذا يستحق الصابر أن يكافأ وأن يجازى على صبره. ثم قال عز وجل وتأمل هنا أيضا أن الله حينما أمر بالصبر أمره بعد أي ذكره بعد أي شيء، بعد الأمر بالاستقامة وعدم الركون والأمر بإقام الصلاة، ثم قال واصبر، ليدل على الترابط بين أداء هذه الأمور ومنزلة الصبر، وليدل على أن الصبر أيضا محسن حينما قال إن فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ثم قال عز وجل بعد ذلك فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قوله فلولا هذه أداة تحضير، يعني هلا كان من القرون من قبلكم، هلا كان من القرون الذين سبقوكم أناس ينهون عن الفساد، وقوله من القرون يعني من الأمم الماضية. أولو بقية، البقية الفضل والخير، البقية يطلق على الفضل والخير، سمي الخير والفضل بقية لأن الإنسان يبقيه عنده، الإنسان ما الذي يبقيه عنده؟ يبقي عنده أفضل شيء وأخير شيء يبديه عنده، يبقيه عنده، ولذلك يسمى بقية، فسماهم الله بقية لأنهم خير الناس. وما الذي جعلهم خير الناس؟ هل لأنهم أكثر الناس عبادة أو صدقة أو صوم أو صلاة ليل؟ لا، بل لأمر واحد وهو ينهون عن الفساد في الأرض، هذه أعظم فضيلة يتميز بها المؤمن، وهو أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولذلك كانت الخيرية لهؤلاء أنهم أصبحوا هم البقية الخيرة لأنهم يأمرون بالمعروف. قال أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وقال الله في الآية الأخرى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فدائما ترتبط الخيرية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا الخيرية مرتبطة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأن هذا خير يتعدى إلى الغير، الإنسان الذي يصلي في بيته ينفع نفسه، أو يصوم ينفع نفسه، أو يتعلم ينفع نفسه، لكن إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر تعدى خيره إلى غيره، فأصبح خيره متعدي، ولا شك أن الخير المتعدي أكثر فضلاً وأجراً وثواباً من الخير الخاص. ثم قال الله عز وجل
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وهذه دلالة على أن أهل الخير الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر قلة، بقية قليلة، إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وتأملوا هذا الربط بين الإنجاء والنجاة والسلامة وبين إيش؟ وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن الفساد خصوصا. ولذلك قال ينهون عن الفساد في الأرض، ثم قال واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. ما أترفوا أي ما أعطوا من الترف، أترفه يعني أعطاه الترف، مثل أضحكه جعله يضحك، أبكاه جعله يبكي، فأترفه جعله ذا ترف. فمعنى أترفوا يعني أعطوا الترف وهو السعة والغنى والنعيم. وانظروا التأكيد على مسألة الترف ومسألة الغنى وأنها سبب من أسباب الفساد في الأرض، وهذا أمر نصت عليه آيات أخرى في القرآن الكريم، مثل قوله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فالترف وأهله من المترفين هم أسباب فساد الأرض وهم أسباب نزول العقوبة على أهل الأرض. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وكانوا مجرمين، يعني كانوا آثمين. وهذا ارتباط بين الترف والإثم، وأن غالب المترفين أهل إثم وأهل إجرام والعياذ بالله. ثم قال عز وجل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهذه قاعدة عامة، حيث يقول عز وجل أنه لا يهلك قرية من القرى بظلم، والحال أن أهلها مصلحون. بظلم وأهلها مصلحون، وتأملوا في الآية الكريمة حيث يقول عز وجل وأهلها مصلحون، ولم يقل أهلها صالحون، ليشير إلى أن المقصود هو الفعل الذي يتعدى إلى الغير ويصلح الآخرين. وهذا مرتبط بقوله في الآية السابقة أولو بقية ينهون عن الفساد، فهناك نهي عن الفساد وإصلاح، وأعظم الإصلاح أن تمنع الفساد. ولذلك وجود الصالحين في أنفسهم ليس عصمة وأمانة من العقوبة وأمنة من العقوبة، كلا، بل لا بد من وجود المصلحين لغيرهم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث والمنكر فإن الأمة تهلك حتى لو كان فيها الصالح. وهل يمكن أن يكثر الخبث وفيه أناس يصلحون؟ أبدا. ممكن يكثر وفينا الصالحون في أنفسهم، لأن الصالح في نفسه مستقيم في نفسه، لكن لا شأن له بمجتمعه، ولا شأن له بأسرته، ولا بأولاده، ولا بقرابته، ولا بجيرانه، فهذا لا نفع منه لغيره. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وهذا من أعظم التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وللدعاة إلى الله والمصلحين، أن يعلموا أنهم إذا ما أحد قبل منهم لا يضرهم هذا، لأن الله لو يشاء لهدى الناس جميعا، لكن الله من حكمته وقضائه السابق أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ولذلك قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني جماعة واحدة لا اختلاف فيها، ولكن ولا يزالون مختلفين، يعني لا يزال الاختلاف طبيعة في الناس. والحقيقة هذا يعني سورة هود
فيها كثير من السنن الاجتماعية التي يجب يعني ينبغي التأملها والوقوف عندها. وهذه الآية تشير إلى سنة من سنن الاجتماع العظيمة، وهي مبدأ الاختلاف بين الناس. الاختلاف بكل معانيه وبكل مستوياته ومقاييسه، اختلاف عالي في الاعتقاد وما دون ذلك في الأعمال والأخلاق والآراء. وأسباب الاختلاف كثيرة: اختلاف العلم، اختلاف الفهم، اختلاف الدين، التقوى والورع، اختلاف البيئة والنشأة تؤثر في الإنسان. يمكن أنت في بلدك يكون لك رأي، فإذا انتقلت من بلدك إلى بلد آخر تغيرت آراؤك، وأنت في كل الموضعين تعتقد أنك مصيب. حينما كان ذلك رأيا لك كنت تعتقد أنك مصيب، ثم لما انتقلت أيضا وغيرت مكانك أو بيئتك جدت لك آراء وأنت تعتقد أنك مصيب فيها. فالاختلاف يجب أن لا يزعجنا وجود الاختلاف، أعني به الاختلاف الذي في دائرة الدائرة بمفهومها الواسع الذي يقبل. هذا يجب أن لا تضيق به نفوسنا، لأن الله عز وجل جعل ذلك من طبيعة اجتماع الناس، ولذلك قال: لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. والخلاف الوارد في الآية الكريمة الذي تشير إليه هو الاختلاف العقدي بوجود المؤمن والكافر. قال: ولذلك خلقهم. قولهم ولذلك خلقهم يعني لتحقيق هذه الحكمة الإلهية في وجود المؤمن ووجود الكافر، في وجود الصراع بين المؤمنين والكافرين، في وجود من يقول لا إله إلا الله ومن يشرك مع الله. لذلك خلقهم، لأن هذا يحقق معنى العبودية لله عز وجل. لو كان الناس كلهم مجبرون على عبودة الله قهرا بالقدرة الإلهية لم يتحقق معنى العبودية الحقة لله عز وجل. لكن يوجد جند الله المؤمنون الذين يوحدونه ويقاتلون على توحيده أعداءه، بهذا تظهر معنى عبودية الله عز وجل. ولذلك خلقهم لهذه المعاني. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وتمت كلمة ربك. قال عز وجل: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قضى الله وكلمته هي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قضى الله أن يملأ النار وأن يملأ الجنة من أهلها، وهذا من سابق قضائه وحكمه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الآن السورة في آخرها وستختم بالمقصود الأساسي من السورة بعد هذا التطواف الطويل في السورة والمرور على تاريخ أمم كثيرة. يقول الله عز وجل لنبيه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. التثبيت التسكين، والمنع من الاضطراب يسمى ذلك تثبيتا. إذا سكنته ومنعته من الاضطراب يكون ذلك تسكينا. وهذا التثبيت قد يكون حسيا كما تثبت الخيمة بأوتادها، وقد يكون معنويا بالربط على القلب وإنزال السكينة عليه. وهذا هو المعنى الأول المراد في الآية: سكون القلب والربط عليه، بحيث يستطيع مقاومة هذا الحزن الذي يرد عليه بسبب تكذيب الكافرين وإعراضهم عن دين الله عز وجل. وهذه من أهم الحكم التي من أجلها قص الله أخبار الأمم الماضية: تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده. هذه الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم استعملها مع أصحابه ليثبتهم على الحق وينزل السكينة عليهم. ولذلك إذا استوحش الإنسان من جفوة الناس وجفوة المجتمع وقلة الناصرين وقلة من هم على أتباع طريقه، فلينظر في سير الصالحين قبله، فإنهم يثبتونه ليعلم أن هذا الطريق الذي يمشي عليه ويسير عليه
قد مضى عليه أمم وأجيال، تاريخ طويل من الجهاد في سبيل الله. ولهذا النبي مرة كان متوسدا الكعبة، فجاءه أحد الصحابة يشكو له يقول: لا تدعو الله لنا ألا تستنصرنا في أشد حالات المسلمين ضعفا، كانوا يعذبون، بلال وعمار وغيره من الصحابة كانوا يعذبون. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يقل شيء، وإنما ضرب مثال على مضى. قال: كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض فيدفن فيها وينشر بمنشار ما بين لحمه وعظمه ويفرق فرقين، ما يصرفه عن ذلك عن دينه، ما يصرفه ذلك عن دينه. ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا من تاريخ القصص الماضية لتثبيت قلب المؤمنين وصبرهم، حتى يعلم أنك إن أصبت وإن مسك البلاء والعذاب فلست وحيدا في ذلك، بل سبقك أنبياء كثر، سبقك صالحون وأولياء لله عز وجل ساروا على هذا، على هذا الطريق، فيورث كذلك ثباتا على الحق الذي أنت عليه. ولذلك يقول: من أعظم التثبيت القراءة في سير الصالحين الذين مضوا قبلك، بأن تقتدي بهم وأن تسلك سبيلهم. ثم قال عز وجل: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. قوله وجاءك في هذه، الإشارة هنا وقع خلاف بين المفسرين فيها، أهي إشارة إلى السورة؟ هل هذه الإشارة إشارة إلى السورة نفسها، سورة هود بكل ما فيها، أو هي إشارة إلى الأنباء التي جاءت حين قال: وكل نقص عليك من أنباء، يعني وجاءك في هذه، يعني في هذه الأنباء، أو وجاءك في هذه السورة. والمعنى الحقيقة لا تعارض فيه، بل في هذه الأنباء بما دلت عليه هذه السورة، كلها تتضمن الموعظة. جاءك في هذه الحق وموعظة، الحق يعني الصدق المطابق للواقع. ثم قال وموعظة، هذا الوصف الأول أنه الحق، والوصف الثاني الموعظة. وأصل الموعظة اسم مصدر الوعظ، والوعظ هو الاتعاظ بما حصل من الماضي، أن يتعظ وأن يتذكر ما حصل للماضين. وذكرى للمؤمنين، ذكرى يتذكرونها، تحصل لهم بها العظة ويحصل لهم بها التذكر. وذكرى، لكن لمن هذه الذكرى؟ للمؤمنين، وليست لكل أحد، بل للمؤمنين خصوصا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: وقل للذين، يوجه نبيه صلى الله عليه وسلم يقول له: وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. قل للذين لا يؤمنون بما جئت به، لا يصدقون به، لا بأس، اعملوا على مكانتكم، يعني اعملوا على المكان الذي أنتم عليه، على الطريقة التي أنتم عليها، على العقيدة التي أنتم عليها، فإنا عاملون على ما أمرنا الله وعلى الطريقة التي نعتقدها. وهذه حد مفاصلة، بحيث يعني يصل الإنسان إلى هذه المرحلة، يقول الإنسان: على ما أنت عليه وأنا على ما أنا عليه. قل: كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. فإذا في هذه الحال يقول لهم: اعمل على أنتم عليه، وإن عمل، وانتظروا إن منتظرون. انتظروا حكم الله عز وجل وقضاءه بيننا، ونحن سننتظر هذا الحكم، وننتظر قضاء الله عز وجل وما يحكم فيه بيننا وبينكم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. تختم هذه السورة الكريمة بالإشارة
إلى أن لله عز وجل غيب السماوات والأرض، والإشارة إلى غيب إلى علم الله بالغيب ملحوظ فيه مضمون السورة الكريمة، فإن السورة ذكرت أنباء من الغيب الذي لا يعلم، ولهذا ناسب لفت النظر إلى هذا المعنى، إلى معنى الغيب الذي جاءت فيه هذه السورة. فهذه الأخبار بهذا التفصيل بهذا الاستعراض التاريخي الطويل هي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، ولذلك قالوا لله غيب السماوات والأرض، يعني غيب ما في السماوات وغيب ما في الأرض، وإليه يرجع الأمر كله، يعني إليه وحده على سبيل الحصر والقصر، إليه وحده يرجع الأمر كله، والأمر القضاء والحكم، مثل قول عز وجل ألا له الخلق والأمر، فله الأمر وحده يرجع وليس إلى أحد سواه، سواء في كبير الأمر وصغيره وقليله وكثيره، كله يرجع إليه الحكم، إليه عز وجل ليس إلى أحد سواه. ولأن الحكم يرجع إليه وحده دون سواه فاعبده، اعبد ربك حق العبادة وتوكل عليه فيما أنت عليه من أمر في دعوتك وفي شؤونك وفي عبادتك، أنك تتوكل على الله وتسأله الإعانة على ما تقوم به من عمل. وما ربك بغافل عما تعملون، عما تعملون من خير أو شر، بل سيجازي كلا بعمله وكلا بما كسب. وبهذا تختم هذه السورة الكريمة العظيمة بما تضمنته من معان عظيمة في مجال الصبر والدعوة إلى الله ومجابهة المعرضين الصادين عن سبيل الله، وتستعرض تاريخا طويلا من سير الأنبياء مع أممهم وتكذيبهم لهم وموقف أولئك الرسل وحقيقة دعوتهم وحقيقة ما يدعون إليه وموقف أولئك المكذبين وماذا كانت النتيجة بعد ذلك، كل ذلك تثبيتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وربطا على قلبه لما واجه الإعراض الشديد من الكفار والتكذيب حتى عظم عليه ذلك الأمر، فتنزل هذه السورة وغيرها من السور تسلية لفؤاده وربطا على قلبه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. بهذا نكون أنهينا هذه المجالس المباركة التي تدارسنا فيها هذه السورة الكريمة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، وأن يجعلها مجلسنا هذا من المجالس التي تغشاها السكينة وتحفها الملائكة، ويذكر الله أهلها في من عنده. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.